تاني زي ما قلنا حضرتك، ما حدش يروح مكان مع اقوى فقره للمدير الفني لاكاديميه اتلتيكو مصر كابتن عصام شربيني. اهلا وسهلا بك يا ازيك يا كابتن كابتن كريم؟ عصام، ازيك يا كريم؟ كل سنه وحضرتك طيب، حضرتك طيب؟ منورني. بركاته. عايز اعرف نبذه او اهم التفاصيل عن عن اتلتيكو مصر. كلمنا عن مدرسه اتلتيكو مصر. اتلتيكو مصر هي اكاديميه في نادي في العبور، محدد عمرها من 4 سنين 10 سنين، هي مختصه ان هي بالعمر الاكاديمي بس، يعني احنا بنعمل لعب، نصنع لعب كره. يمكن لو حضرتك كنت متابع بعض الحلقات بتاعته، وجيت كان في بينا اتصال تليفوني، قلت لي انا حابب الفكره ان انا اشتغل بشغل ثقافي، حابب اشتغل بثقافه بكواليتي بطريقه بروفيشنال. كابتن عصام، احنا بنقابل كارثه في مصر، ودي عدم الدراسات المدربين المدير الفني او المدرب لبعض الدورات التدريبيه والبرامج الرياضيه. كابتن عصام، لو عندي سن ولد من 5 سنين ل 8 سنين، احط له الاحمال البدنيه ازاي؟ اوصل له معلومه الفني والخططي والاستراتيجي ازاي؟ وخصوصا انا ممكن اعرف مقاس العضله عنده ازاي، واحط له الاحمال بناء على ايه؟ اولا لازم اعرف ان انا بتعامل مع برامج صغير، لازم كل حاجه بكوره، ما فيش ان انا اشتغل شغل البدن ده، البدن ده بينطبق ان انا مع عمر بعد ال10 سنه ده، لان عنده عضله او بدات تظهر في العضله تستحمل المجهود العضلي. انما البرامج او السن الصغير ده، الكيد الصغير ده، ده بيبقى ليه وحده تمرين اغلبها بتبقى فن، يعني التمرين بتبقى تنافسيه، مع اللي انا بحط له برنامج هدفي في التمرين، بعلمه مهارة معينة مثلا الجري بالكرة، يبقى احط له من خلال المسابقات، ما اعملش شغل اللي هو التمرين بحكم تمرين وتأذيه. يعني اقدر اقول من 5 سنين ل 8 سنين تبقى علاقته بالكوره اكتر، طبعا كل تبقى كرة، كل كوره. ما اقدرش، يعني انا بشوف بعض المدارس اللي هو بيخلي الولد يجري مثلا حوالي 5 دقائق، هل ده غلط ولا صح؟ حضرتك استفاد ايه لما لف حوالين الملعب؟ هو في الماتش بيلف حوالين الملعب، في الماتش كله كرة، يبقى انا باب اولى او من بدايه لازم اشتغل معاه بالكوره، كله بالكوره. يعني كده نوضح لسادة المشاهدين ان علاقه الولد من 5 سنين 8 سنين ليه علاقه بالكوره. حركة الوحدة التمرين في السن الصغير ده 75 دقيقة ساعة وربع. يعني برضو دي حاجه برضو من ضمن التفاصيل، بس يعني من ضمن التفاصيل المهمه لازم الناس تعرفها، يعني من 5 سنين ل 8 سنين يبقى اشتغل عليه 75 دقيقه فقط لا غير. 75 طب دقيقة بتتقسم ازاي؟ بتتقسم ل4 أو 5 نماذج. تمام. 4 أو 5 نماذج. أنا النهاردة الهدف التمرين، هدف الوحدة إيه؟ من خلال هدف الوحدة التمرين بشتغل، بمقسم ال4 أجزاء أو 5 نماذج في الملعب، بخلص جزء واطلع الجزء التاني في نفس الوقت، كله فوت ورك، توافق، كله بكرة. إيه طيب، هننتقل من يعني لو سنه بقى من 8 سنين ل 12 سنه، ده عمر مختلف طبعا. إيه ده ليه شغل مختلف تماما عن الخمس سنين والثمان سنين. انا هاخد من 8 سنين ل 12 سنه، ده فرق تمام. عمري 4 سنوات اهو. تقريبا بوقف الولد على رجلي، فعايز اعرف تفاصيل اكتر بوضوح. في السن ده حضرتك بيبقى المهارة مركبة شوية، في السن اللي قبل ده اللي هو من 4 ل 8 4 7 بيبقى الشغل مبسط. إنما حضرتك في العمر بقى التاني اللي هو من 8 ل 12 ده بيبقى الشغل مركب بمهارة مع مهارة، بدخله في موقف ماتش، تبقى الشغل مصعب شوية مركب. تمام. من 12 سنة ل 16 سنة. طبعا ده تدخلش بقى في الشغل، القوة العضلية، وبتنمي السرعة وبتنمي القوة، انت بتنمي حاجات بقى خلاص، هو كده داخل على الملعب القانوني، الملعب الكبير، تمام. فانت حاجة هنا بتنمي انت بقى العضلة. المخطط البدني اللي هحطه من للاعب من 12 سنة ل 16 سنة، هحط له مخطط بدني قد ايه؟ وقت بدني قد ايه؟ الأحمال البدنية قد ايه؟ ما هو التمرين انت بساعة ونص في التمرين، ساعة ونص. ساعة ونص المخطط مخطط الأحمال يبقى ساعة ونص. لا مش في التمرين، لا انا بتكلم حضرتك ان وحده التمرين بتزيد بقى من ساعه وربع للساعه، للكيدز للسن الكبير ده تبقى ساعه ونص. تمام. بيبقى هنا في الكيدز طبعا الغالب الواحد تبقى مهاري، على تمام. عكس في الساعات السن 12 يعني 12 ل 16. ده الغالب بدني وخطري. تمام. من 16 سنة ل 20 سنة، ودي تقريبا لازم يوصل ده مرحلة الفريق لفيرست أو تيم، ده بيبقى ليه شغل ماشي ازاي، او الكواليتي بيبقى محطوط ازاي؟ ده ليه قواعد واساليب تانية مختلفة تماما طبعا. من مرحلة لمرحلة. تمام طبعا. ده بقى دخلت في دوري، ايام التمرين بتبقى اكتر طبعا من ايام الكيدز او البراعم، وقت التمرين بيبقى اكتر، زائد بيخش بقى الجانب الخططي، وانت حضرتك بتصحح اخطاء. مثلا انا لعبت ماتش
امبارح او اول بشوف اي اخطاء واشتغل عليها، ان خلاص انت كده معاك اللاعب اللي هو النمو في كل حاجه، النمو الذهني والعضلي كل حاجه، فانت بتشتغل معاه بقى بحكم انت ملعب قانوني. تمام. عايز بس مخرجنا الجميل يجيب لنا فيه فيديو كان موجود معانا من واحدة تدريبية، لو يقدر يعرضه للسادة المشاهدين ونقدر نشرحه بس واحدة واحدة، لو يقدر بس يجيب لنا الفيديو. على ما يجهز الفيديو، المعدلات البدنية أو الشغل الذهني أو المحاضرات مهمة جدا. طبعا طبعا طيب وقت المحاضرة قد إيه؟ في أنا بشوف ولاد، يعني المحاضرة بما إن أنا لعبت كورة طبعا، تمام، بشوف ولد بيزعل من المحاضرة، يعني إيه السبب؟ دي بترجع بقى للمدير الفني، هل هو قادر يوصلها له باسلوب راقي، باسلوب فعلا يقنع الواد ان هو عنده اخطاء او ما عندوش، دي بتاعت المدير الفني. دي بتاعت المدير الفني. طيب بالنسبة لموضوع المدربين اللي هم مش معتمدين، طبعا دي كارثة بتقابلنا طبعا في الملاعب المصرية، المدرب ما بيكونش عنده وعي، ما بيكونش عنده ثقافة. كابتن عصام، انت بدأت دوراتك ازاي او بدأت حياتك بالنسبة كمدرب كرة القدم بدأتها ازاي؟ حضرتك انا حصلت على الدوره الاساسيه في علم تدريب كره القدم في سنه 2008، بعد كده الدوره التخصصيه، بعد كده الدوره التثقيفيه والدوره الدوليه، وحضرتك خدت جامعه الدول العربيه دوره في نادي الصيد، وبعد كده حضرتك خدت ليفل 2 من الاتحاد الانجليزي، تمام. وحصلت على الدوره رخصه سي ورخصه بي. الدورات دي بتستفاد من خلالها ايه، او ايه اللي يعني ايه اللي يعني انت حضرتك قلت السي والبي، تمام، والكلام ده جميل جدا، ولكن ايه اللي انا بستفاده عشان اوصله للولد؟ بستفاد انا ازاي ابقى مدرب كوره، ما انا برضو حضرتك اهم المحاضرات اللي بتاخدوها هناك ايه؟ ازاي تبقى مدرب كوره، تعمل ازاي، تعمل ازاي، تعمل وحده تدريبيه. يعني بتبدأ ازاي مثلا؟ بيجي واجهك يقول لك ايه؟ ما هو الدكاتره طبعا بقى حسب المستوى، اللي هو كله دكتور بقى محضر برنامج او محضر كورس من دول. تفتكر محاضرة قالها لك دكتور رياضي، دكتور تربية رياضية، انت خدت المحاضرة دي كقاعدة اللي انت تشتغل عليها مع الولاد عندك في مدرسة اتلتيكو مصر، ايه القاعدة اه وايه الفكرة لو تتذكر؟ القاعدة اللي خدتها من مستر نيل في دورة الاتحاد الإنجليزي، معناها بالعربي من لم يتقدم يتقادم، يعني لو أنت مش هتطور نفسك في غيرك هيطور نفسه وأنت تبقى قديم هو يبقى أحدث منك. عايزين بس استاذ نصر الشاهد يجيب لنا الفيديو اللي هو فيه الوحدات التمرينيه بس، ارجو معلش. تمام. كابتن عصام، انت قعدت في الشمس قد ايه؟ انا سمعت ان يعني حضرتك مدير فني لمصر المقاصه ونادي الشمس، عايزين نعرف تفاصيل عن نادي الشمس مفصله، يعني حاجات على الهامش مش اكتر. نادي الشمس حضرتك اشتغلت فيه 3 مواسم مع فريق 2000 مع كابتن هشام العاوي الله يرحمه، كان راجل الله يرحمه، محترم جدا، طبعا راجل من الشخصيات المحترمه جدا. اداني كل الضوء اللي انا اعمل كل اللي انا يعني عايزه واطلع ابتكاري، وفرقه محترمه جدا. و اشتغلت قد ايه في الشمس؟ 3 سنين مسكت مواليد اعمار مختلفه. لا 2000، فريق 2000 بس، فريق 2000 مواليد 2000، كان ساعتها 15 سنه تمام. عملت معاهم ايه او حضرتك. احنا لعبنا اهم معاهم الانجازات ثلاث معاهم؟ مواسم اهم الانجازات اللي احنا لعبنا نهائي بطوله دوري منطقه القاهره مع نادي السكه حديد في ملعب الغابه، وما فوقناش في الماتش ده وخسرنا بضربات الجزاء، خدنا المركز الثاني. الموسم الثاني الموسم الثاني بقى تصفيات، يعني احنا لعبنا الـ3 مواسم، ابرز الموسم فيهم كان الموسم الثاني، خدنا المركز الثاني المنطقه. طبعا نادي الشمس من الانديه القويه جدا. تمام. الفيديو لو معانا يرضوه. تمام. اهم التفاصيل، المخرج معانا الفيديو. طبعا موضوع مصر مقص، ايه حكايته؟ مصر مقصة اشتغلت 3 مواسم برضو مع كابتن علاء فوزي، عالم من اعلام معانا الفيديو الرياضة. طبعا الاشاده تمام. المشاهدين يشوفوه. كابتن عصام، عايز بس اوضح فكره التمرينه دي ايه. ده كله فن التوافق بالكورة، يعني ده كله شغل التوافق، فوت ورك بالكورة، تمام. ده كله شغل فوت ورك بالكورة، ده اتزان توافق مرونة، ده لاعب عزت عيد من انتاج حربي 2009، لاعب مميز جدا، ده كله فن التوافق مع الكورة، ده اتزان توافق مع الكورة بحيث ان اللعيب ذهنيا في ملعب حاضر. ده ميدو نجم النادي الاهلي، ده برضك شغال توافق على السلم مع الباص. عندك اعمار مختلفة في بعض الاندية في المدرسة؟ تمام تمام عندك كام النادي لعيب في بعض الاهلي. الاندية المختلفة؟ ده شهاب هاني، ده النادي الاهلي 2011، ده اعمال متعب مصر القادم، ده شهاب هاني الله اكبر عليه مواليد كام؟ 2011. طبعا احنا لما كنت يوسف بتكلم جمال نادي مويل العرب 2010.
اوكي كويس جدا، اعمار مختلفه في انديه جميله جدا، هم اغلبهم 2010 برضو. ده عبد الرحمن اللي هيباص، ده عبد الرحمن عماد 2010 برضو مواليد العرب. فكره التمرينه دي ايه؟ فوت ورك، ده فن فاهم اللاعب يباص باص كره، ده التمرين مركب باص مع شغل فوت ورك مع استرايك. ده ليه علاقه بالتوافق الذهني؟ تمام اه طبعا طبعا طبعا، ما ينفعش يبقى كله سلبي. ده ازاي اللاعب يباصي ويشتغل، بيشغل دماغه يعني، دماغه تبقى حاضر في الملعب، مش بس سلبي، بيباصي ومطلوب منه ايه بعد الباص. عندنا مشكله في مصر ودي الذهن الحاضر طبعا، المهاجمين طبعا الا ما رحم ربي. كابتن عصام، انا لسه مصر كنت بتكلم في بدايه الحلقه وقلت ان هنفتح ملف البراعم عشان هيطلع منهم صلاح والنني. انت كلام حضرتك جميل جدا وكلام كويس جدا. انت عندك كام لعيب في انديه مختلفه؟ معانا ميدو في النادي الاهلي، تمام، مواليد كام؟ 2010، تمام، نجم مصر ان شاء الله جاي ده، تمام. شهاب هاني في النادي الاهلي 2011، تمام. آسر مازن النادي الاهلي 2011، تمام. عزت عيد انتاج حربي 2009، تمام. علي عرفات نادي العبور، تمام. خالد محمود نادي العبور، اياد محمد نادي العبور، معانا حازم محمد البطل، ويوسف ممدوح نادي النيل الادويه. زي كلام جميل جدا وكلام كويس. الفكره ان الولد ده هيكمل ازاي؟ في عندنا كارثه في مصر بتقابلنا، ان الولد بعد ما بيطلع بعد ال 16 سنه كده الموضوع ستوب، بيقف يا بيبطل كوره يا بيروح للشارع. عايزين توعيه وعايزين نصائح تقدمها ان الولد يكمل. حضرتك بتقول عندك من 3 لخمس يعني من 7 ل 8 لاعبين في انديه مختلف الانديه، تمام، ممكن نلاقيهم لحد ال 16 سنه ويقفوا. وخصوصا انت مع فكره ان ده ملف قوي جدا وهنشتغل عليه الفتره الجايه، ويبقى معانا نجوم في نسبة لموضوع الملف، ونبدا نتوجه للسيد وزير الشباب دكتور اشرف صبحي. كابتن عصام، انت مع الغاء المواليد العمريه الكبيره اللي هو بعد تم الغاء 97 98 99، انت مع الفكره دي؟ طب هيروحوا فين؟ ما هو لازم ما كده فريق اول خلاص. انت مع الفكره ان هم يتلغوا؟ لا ما يتلغوش، بس لازم يبقى فيه لهم حل برضك. ما انت كده بتضيع جيل كامل، يعني كده بيضيع جيل كامل. جيل كامل ممكن فيهم محمد صلاح، ممكن فيهم النني، فيهم متركة. مش ممكن نطلع من براعم دول النني وصلاح؟ طب باذن الله. طيب نشتغل، ايه النصائح بقى اللي تقدر تقدمها؟ احنا عايزين برضو النصائح اللي اقدر اقدمها. احنا هنستغل حضرتك النهارده في كل التفاصيل. النصائح اللي اقدر اقدمها لحضرتك ان حضرتك ما تستعجلش على ابنك ان هو يبقى لعيب كوره في ظل هو 7 8 9 سنين دول، لان طبعا عندنا برضك مشكله، موضوع المباريات بيبقى ضغط على الولد اصلا، ضغط. بره في اوروبا مفيش الكلام ده، بره في اوروبا قيس اللاعب لما يوصل على ملعب القانوني. طبعا كل البرامج دول كلهم في مباريات بيلعبوا لنا ربع ساعه، في حد مزور تبقى عليهم يعني مش متقارب. ومعانا اتصال، استاذ دعاء من القاهره، اهلا وسهلا بيكي. الو، من طلبيه. الو الو، مساء صباح الخير. صباح الفل يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا فندم، اتفضلي. انا عايزه اطمن عليكم بس، واسلم عليكم واصبح على الكابتن عصام. ربنا يخليك يا رب، ميرسي جدا، وكل سنه وحضرتك طيبه. سؤال حضرتك؟ لا انا يا بس اطمن عليكم، وكل سنه وانتم طيبين، وارحب بالكابتن عصام. كابتن عصام، دي اخت حضرتك طبعا، مفاجاه مدويه طبعا. اهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنه وحضرتك طيبه. بما ان معانا الكابتن عصام النهارده، حابه تقولوا لي ايه او توجهي له ايه؟ اوجه له ربنا يوفقه يا رب ويفرحه بعياله يا رب. كابتن عصام، وجه كلمه لاخت حضرتك. دي عمتي، اختي الكبيره، ربنا يحفظها ليها. طب حابب تقول لها ايه؟ طيب ربنا يحفظها ليها، شكرا جدا. شكرا لاتصال حضرتك جدا، ربنا يخليكم لبعض يا كابتن عصام. الله يخليك. نرجع اللي كنا بنتكلم فيه، موضوعنا فكره الغاء المواليد، قلنا مفيش مشكله. في حاجه مهمه جدا، موضوع المدربين اللي هو بينزل الملعب يرص تمرينه ويقف يحط ايده كده، هو تمام كل سنه وانت طيب، او يقعد تحت الشمسيه ما بيشتغلش بضمير. دي حضرتك كارثه من كوارث الكوره في مصر، مفيش كنترول. كل او اغلب المدربين شاف تمرينه في اليوتيوب بينزل يطبقها، زي ما انا كنت شايف من 3 ايام على الفيس، مدرب مع لاعب 12 سنه على الرمله شغال ضغط وبطنه. ما علاقه ده بكره القدم؟ في بعض الابحاث اللي قدرت تعملها او سيرج قدرت تعمله، ان سبب 90% ان اللاعب يبطل كوره الاحمال البدنيه الغير طبيعيه. تمام تمام تمام،
حضرتك لازم يكون حضرتك انت عارف انت بتتعامل مع ايه السن الصغير. لازم يكون لو انت ما انتش عارف يبقى اعتقد يبقى بتظلم اللعيبه معاك. يعني انا بشوف بعض المدربين ممكن يشتغل ساعه 2 3، طب بتشتغل بناء على ايه؟ ما حضرتك ما هو حضرتك اولا ده عيب، اولا رئيس قطاع ازاي؟ رئيس قطاع المفروض يبقى قاعد وشايف اللي بيحصل بيه. ثانيا المفروض يبقى في برنامج من المدير الفني مقدم رئيس قطاع، انا بعمل كذا وكذا، اه ده صح لا ده غلط. انما لما شاور ابراهيم 3 ساعات ده منتخب مصر ومنتخب العالم بتمشي 90 دقيقه. انا بشوف الموضوع ده على فكره كارثه يا فندم، وبتبقى كارثه كارثه يا فندم. الشغل بامكان هو هل انا عشان مدير فني محتاج اطلع افكاري، محتاج امكانيات كبيره قوي، محتاج مصاريف وتكلفه للادوات الرياضيه؟ لا 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 لا، بقل امكانيات تشتغل بكوره، تشتغل ازاي؟ بقل امكانيات، ما انت المفروض تشتغل، ما انت حضرتك ما عندكش امكانيات تعمل ايه؟ مفيش يعني ما عندكش امكانيات ادوات او مش موجوده. اقدر اشتغل بقلل الامكانيات ازاي؟ ما حضرتك ما انت حاسب انت محضر واحد تمرين ايه؟ ما حاسب انت انت ما انت ما انت برضه حضرتك بت معانا اتصال. استاذ محمد حسن صباح الخير. صباح الفل يا باشا. حبيبي صباح الخير، اتفضل. صباح الفل. صباح الخير عليك. صباح الخير، مسلم على حضرتك يا كابتن. اهلا يا باشا. ربنا يخليك يا رب، اتفضل سؤال حضرتك. مع حضرتك كابتن كريم، وبسلم على الكابتن عصام شربيني. ربنا يخليك يا رب. قول له عمك محمد حسن خليل جوز خالتك. طبعا شكرا لاتصالك جدا. مع الكابتن عصام توجه له كلمه. الله يخليك وربنا يوفقك. ابويا برضه راجل محترم، ابويا. اتكلم يا كابتن عصام رد عليه. لا ما هو والدي ما خلاص استقبل اتصاله كده اكلمه. والدي ربنا يبارك فيك. حابب استاذ محمد حابب توجه كلمه لكابتن عصام؟ اقول له ربنا يخلي لك محمد ويخلي لك اولادك ويوفقه في التدريب بتاعه ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك، صباح الخير عليك. ربنا يكرمك يا استاذ كريم، صباح الخير على الكابتن عصام وربنا يوفقه. لا سمعت. ماشي، شكرا ليك جدا، شكرا جزيلا. كابتن عصام زي ما قلنا هنقدر نشتغل بقلل الامكانيات. تمام، نشتغل بالامكانيات. طيب في سؤال مهم جدا، وخد بال حضرتك من السؤال اللي جاي ده، عشان ايه؟ انا قلت هستغلك النهارده، مش هتمشي غير لما المشاهدين كلهم يبقوا مبسوطين وعارفين كل اللي بيدور في بالهم. فكره الاختبارات ده سؤال مهم جدا، فكره الاختبارات، هل الولد بياخد الوقت الكافي؟ الاختبارات ديت انت مع الفكره دي ولا ضد؟ لا ضد. ضد حضرتك ليه؟ هي وضح لي. هي من الاخر كلها او اغلبها استثمار فلوس، استثمار فلوس لسبب. احنا بنتكلم ان الانديه كبيره جدا بتشتغل على الموضوع ده. تمام يا فندم، انديه كبيره. انت حضرتك النهارده قول لي حضرتك كنت قاعد تحت الشمسيه كده والواد بيلعب، مقعد الواد 3 ساعه ساعتين في الشمس، طفل صغير ده يستحمل ضغط الشمس ازاي؟ بما ان معانا اتصال الحاجة فاطمه، كابتن عصام قول الو. الو الو. ايوه يا عصام. ايوه يا كابتن عصام. الحاجة فاطمه معانا، صباح الخير يا حاجة فاطمه. صباح الفل يا كابتن كريم. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب يا كابتن كريم. حابه تقول ايه للكابتن عصام؟ عايزه اقول له ربنا يوفقه ويوفقه ويعين على الكره ويربيه. يا رب، دعواتك لينا جميعا يا رب كده يا حاجه. يا رب عايز ربنا يوفقه ويعينه ويخليه دايما كده في الكره ويدرب العيال ويطلعهم براعم حلوه كده. كابتن عصام كلمه وجهها للحاجه. ربنا يبارك لها فيها، يا رب يحفظها. شكرا جزيلا جدا، صباح الخير وكل سنه وحضرتك طيبه. نرجع لمرجون، انت مع فكره الاختبارات؟ حضرتك انت النهارده بقى تحت الشمسيه المدرب، وفي 10 دقائق في 7 دقائق 8 دقائق اللي بعده انزل. طب انت حضرتك خد الفرصه ازاي؟ انت حكمت عليه اللي هو لعيب مش لعيب ازاي؟ حكمت عليه ازاي في الوقت ده؟ طب هي طب يعني احنا برضو بما اننا في مصر احنا متاخرين على فكره الاختبارات، هل ممكن يكون عند حضرتك فكره للاختبارات؟ مثلا يكون عندي مثلا برنامج اقدر امشي عليه؟ مش برنامج بس، المفروض يبقى في وقت كافي، وفي يعني حضرتك اللاعب اللي بيختبر ده ينزل ياخد وقت كافي. هو برضه الله يكون في عون الانديه، كله عايز يلعب في الاهلي وكله عايز يلعب في الزمالك. المفروض تتنسق بقى، تتنسق. ما انت برضك عندك اكاديمياتك النادي، ما هو كل الانديه. النادي الاهلي بدا يروح اسوان والزمالك بدا يلف، بدا الانديه تلف، بس هنا ده بيرجع للمدير الفني او الـ او الـ او المدرب اللي قاعد في الاختبارات. المدير الفني للفرقه؟ لا، بتاع المدرب الهاف كوتش اللي موجود في الاختبارات. هو المفروض حضرتك هو طبعا المفروض هو معاه قماشه مع لعيبته، فهو عايز ايه؟ يعني هو عايز ايه القماشه اللي تكمل فرقته؟ مش اي حد هياخده، ما هو برضك عنده نواقص بيكملها من الاختبارات. طب انت مع فكره انه ياخد لعيب ويركنه على الدكه ما يشاركش سنه او اتنين،
دي بترجع لإيه؟ خدوا ليه؟ ما هو دي بتحصل. لما بتحصل طب خدوا ليه؟ يعني انا شفت في الزمالك والاهلي يعني عاملين حاجه جميله جدا. اللعيبه القدامى هم اللي متولين القطاعات. يعني هنتكلم مثلا مدرسه الكوره بتاع الخاصه بالنادي الاهلي موجود فيها الكابتن محمود بيبو، الكابتن خالد بيبو، سوري معلش، الكابتن خالد بيبو. فانت مع فكره الاعداد الكتيره في مدارس الكوره كلاعيبه؟ يعني فكره، يعني انا بشوف النادي الاهلي اعداد رهيبه جدا. وحضرتك انت المفروض ملتزم بعدد معين، مثلا في السن الصغير 2010 مثلا البراع 10 18 لاعب، والباقي يروح يشوف مكان احسن. ما تقعدوش جنبيك وتبقى انت عامل حمل على المدرب بتاعك، المدير الفني للفريق، وعامل حلو مدير فني للفريق معاه اعداد كتير، عايز لاعب ده ومش عايز لاعب ده، وده علاقته بده. وهي ماشيه كده في مصر، الكوره ماشيه وسايط طبعا. ازاي؟ كلها علاقات فنيه. لا ماشي، انا ما عنديش مشكله، بس ممكن تقول علاقات تدي فرص، ولكن ما بتديش استمراريه. بص حضرتك، انا جوه المجال وبحكم اشتغلت في مكانين محترمين كل علاقات. كابتن عصام، انا بواجه حضرتك كلام، ممكن العلاقات او الواسطه هتديك فرص، ولكن ما تديكش الاستمراريه، لان دي بترجع لقدراتي انا شخصيا. انا عارف الكابتن عصام رحت لعبت في المكان الفلاني بدون ذكر اسامي اماكن، تمام؟ مش هقدر اكمل، مش قادر اكمل، ما عنديش الامكانيات اني اكمل. فعايزك توجه نصيحه للبراعم اللي موجوده، تمام؟ وعايزك توجه سؤال لمعالي وزير الشباب والرياضه، تمام؟ وعايزك تقول كلمه اخيره للبرنامج وفريق الاعداد. حضرتك اوجه للبراعم الحركة ان كل ولي امر اشتغل على ابنه، صح؟ يعني حسب المكان اللي هو شايفه هيرتقب ابنه او هيتطور ابنه. وما يستعجلش على ابنه دلوقتي، يعني البراعم دي كلها انت شغلت على ابنك لحد اهم حاجه تكون حضرتك في السن لما يوصل على الملعب الكبير، ده اللي بيفرق لعيب كوره هيكمل مش هيكمل. بتنصح بالولد الفتره دي يعمل ايه في البيت؟ الفتره دي بما ان احنا في ازمه ربنا ربي يعدينا منها على خير. الفتره دي احنا بالنسبه لاكاديميه اتلتيكو مصر بعتين لأولياء الأمور كلهم برنامج غذائي بينفذوه، وبنعمل لهم تمارين أونلاين على الواتس، تمرين أسبوعي كل يوم تلات بينزلوا واحد تمرين على الواتس بينفذوه. بعت لهم جدول فيه 10 متطلبات من الواد إزاي مطلوب يعملهم، من صلاة، من نوم، من أكل، من سماع كلام ولي الأمر يوم بيومه، تمام؟ من كل حاجة حركة. حابب توجه كلمة لمين؟ حابب اوجه كلمه لاولياء امور جميل اتلتيكو مصر، ناس محترمه جدا، وانا سعيد جدا ان انا شغال مع ناس محترمه زي كده، هم الدعم بالاسم ده، وان شاء الله هيكبر بيهم. كلمه اخيره. الحمد لله اللي انا وفقت حقي ان شاء الله. وبالتالي تكون انتهت حلقتنا. بشكرك كابتن عصام، شكرا جزيلا، بالتوفيق يا رب دايما. بقول للجمهور الجميل صباح الخير، صباح الصحه، يا رب تكونوا دايما في سعاده، ويا رب تكونوا دايما بخير. انتظروا برنامج الكرة مع كريم، كل ما هو جديد من ملفات شيقة جدا، فانتظرونا في كل يوم اثنين الساعة 9 صباحا. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.